بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، للأسف الأطفال الصغار اليوم هم ضحية الحروب والظلم والمجاعات والهجرة والظروف الاقتصادية وغير ذلك. لذلك أحبتي في الله، أحببت أن أوجه هذا الفيديو للآباء والأمهات، ضرورة يعني ضرورات أو نصائح أو احتياطات أو يمكن أن أسميها دعوات للآباء كيف يحافظوا على أطفالهم. الطفل أخي الحبيب ستسأل عنه يوم القيامة، لا تظن أنك إذا أنجبت طفلا وتركته هكذا لن تسأل عنه، ستسأل هل أحسنت تربيته؟ القرآن يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أهليكم من؟ الزوجة والأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا، يعني احفظ أهلك، احفظ نفسك أول وأهلك أولادك أيضا نارا، قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن يجب أن تفكر كيف سيموت هذا الطفل. الأنبياء كانت نظرتهم على مصير أطفالهم، فإذا ما وجهت نظرك بهذا الاتجاه ستجد الرحمة في قلبك على هؤلاء الأطفال، ستجد أنك ستصبر أكثر على تربيتهم، ستجد حتى الطفل العاق تقول الحمد لله، تحمد الله لأنه بلاء، والله لا يبتلي إلا من يحب، على فكرة لا يختبر اختبار كهذا إلا من يحب. سيدنا نوح أيها الأحبة الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم، ومن ضمن من كان يدعوهم ابنه، ابن سيدنا نوح، كان يدعوه إلى الإيمان ليلا نهارا وسرا وجهرا وفي كل المناسبات. على الرغم من ذلك لم يقتنع برسالة أبيه سبحان الله، مع أنه نبي ومن أولي العزم، وبقي 950 سنة وهو يدعوهم. طيب، هل قصر سيدنا نوح؟ لا. هل كان سيدنا نوح لا يعني لم يعطي ابنه هذه النصائح والمواعظ؟ لا. ولكن عندما ابتلى الله عز وجل، ابتلى سيدنا نوح بهذا الولد العاق، هذا الولد الكافر الذي قال له أبوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين، أراد أن ينقذه من الكفر والغرق والنار. ولكن هذا الولد قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حتى عندما دعا ربه سيدنا نوح عليه السلام، دعا ربه قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، على أمل أن يغفر الله له. ولكن الله ليس لديه يعني شفاعة إلا بإذنه، والشفاعة لا تجوز لإنسان ملحد مات على الكفر. يعني غير منطقي أن إنسان أصر على الحرب مع الله والكفر والإلحاد ومات على ذلك ثم تجده في الجنة يوم القيامة. الجنة أيها الأحبة أعدها الله للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ليس للملحدين. لذلك أخي الحبيب احرص أن تنظر إلى مستقبلك أولا بعد الموت ومستقبل أولادك. طيب، إنسان مثلا يخاف على أولاده أو تعرض لفقدان طفله مثلا، تعلمون اليوم بسبب الظروف العالمية المتوترة تحدث الكثير من هذه الحوادث، ضحاياها غالبا الأطفال. لدينا نحن قصة سيدنا موسى عليه السلام، ولكن قبل ذلك أقول لكل أب وأم لديهما ولد عاق لا تحزن، ف
فسيدنا نوح 950 سنة، وابنه كان عاقا وكافرا ولم يستمع إلى أبيه. هل هذا دليل أن الله لا يحب سيدنا نوح؟ لا، هو من أولي العزم، بالعكس ثوابه أعظم. يعني عندما يبتليك الله بولد ملحد أو ولد لا يصلي، ولد عاق، ما دمت تنصحه وباللين وبالرفق وبأسلوب مرن، ثق تماما أن أجرك عند الله أكبر بكثير وأجرك عظيم جدا، لأن هذا الألم الذي تتعرض له عند الناس لا يساوي شيئا، ولكن له ثمن عند الله، ثمنه الجنة. طب عندما تفقد طفلا، ارجع إلى قصة سيدنا موسى، أم سيدنا موسى ماذا فعلت؟ عندما ألقت ابنها في اليم خافت عليه من فرعون، خافت عليه من القتل، ألقته في البحر، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. أيها الأحبة، أصعب إحساس هو إحساس أن تفقد ابنك. كل الدنيا دماغك وقلبك يفرغ من كل الدنيا، يبقى فقط هذا الطفل في دماغك، تفقد إحساسك بالزمان والمكان. وهذا الإحساس لا يستطيع أن يصفه إلا من فقد ابنه تماما، مثل سيدنا يعقوب عليه السلام الذي فقد ابنه الأول يوسف وابنه الثاني بعد ذلك، ولكن لم ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. فوالدة سيدنا موسى عليه السلام أصبح فؤادها فارغا، فماذا تفعل؟ قال تعالى بعد ذلك، طبعا القصة طويلة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فكل أم أو أب فقد طفلا يدعو بهذا الدعاء، هذا دعاء مثل السحر أحبتي في الله، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. والدعاء أيها الأحبة يرد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقدر أمرا من أسباب إزالة هذا البلاء أو هذه المشكلة أن يلهمك الدعاء، ما هو الدعاء مقدر أيضا، يعني دعاؤك هو جزء من القدر، يعني دعاؤك ليس خارجا عن إرادة الله، يعني أنت لا تغير إرادة الله بهذا الدعاء، لا، ولكن الله يقدر الشيء، وإذا أراد أن يغيره يلهمك الدعاء. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. طيب هذا دعاء. طيب دعاء سيدنا يعقوب الذي فقد ابنه ماذا قال؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذا دعاء عظيم. هنا قوة الإيمان هي التي ترفعك عند الله مراتب عليا، وتحفظ ابنك أيضا، لأنك لست أنت الذي تحفظه. طيب أنت عندما كنت طفلا، أو ابنك عندما كان طفلا في بطن أمه، كل علماء الدنيا لا يستطيعون الوصول له وهو جنين، وهو عمره يوم، لا أحد يستطيع أن يصل له، أي شيء سيفشل الحمل أصلا. من الذي كان يرعاه في ظلمات الرحم وكل عوامل الخطر محيطة به؟ على الرغم من ذلك كان الله حافظا له، وكان الله يرعاه. طيب هل تخاف عليه الآن؟ حتى لو فقدته يجب أن تكون ثقتك عالية جدا بالله. الله تعالى يقول على لسان يعقوب عليه السلام، قال يا بني، بث فيهم روح الأمل والثقة بالله، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك مثل هذه القصص
أنزلها الله على قلب حبيبنا لتثبته وتواسيه وتؤنسه المصاعب التي مر بها، الأذى الذي تلقاه من كفار قريش، القليل من كان يؤمن معه على الرغم من حبه للخير، وكان يحب لهم الخير ولكن أرادوا له الشر، فصبر، فأنزل الله عليه هذه السور مواساة ولكي يفرح قلبه، يعني كأنه يقول له: انظر يا حبيب الله، هذا هو يعقوب عليه السلام، عشرات السنين يفقد ابنه ولا ييأس من روح الله، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأم موسى على الرغم من أن سيدنا موسى وهو طفل رضيع ألقي في البحر كل أنواع المخاطر تعرض لها، إلا أن الله حفظه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمثل هذه الآيات أيها الأحباء، ومثل هذه السور، سورة القصص، سورة يوسف، ينبغي أن تستمع إليها في حال خفت على طفلك من المرض، من الشر، أي شيء آخر، أو فقدت طفلا، أو فقدت إنسان عزيز. كل هذه القصص مواساة لنا أيها الأحبة، لذلك لنحرص على الاستماع للقرآن. ثم يعني في الغرب نسمع بعض القصص لديهم قوانين غريبة جدا، أنه يحق هناك لبعض المنظمات التي يسمونها منظمات اجتماعية وليس لها علاقة بالاجتماع أصلا ولا بعلم الاجتماع، أن هذا الطفل أو أهل هذا الطفل إذا خالف القوانين التي هم وضعوها، وهي قوانين غير عادلة طبعا، يسحب منه ابنه، يوضع لدى عائلة أخرى. هذا الأمر يعني خطير جدا ومدمر للطفل وللأسرة، لأنه لا يوجد أفضل من الأم بشكل عام طبعا لتربية هذا الطفل، فعندما تأخذ هذا الطفل وتضعه في عائلة أخرى، هذا قمة الظلم، هذا نوع من أنواع الظلم الذي ينبغي ألا يحدث، وينبغي على كل من تعرض لمثل هذا الموقف أن يلتجئ أولا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتهد بالدعاء، ويبدأ بالبحث عن طفله ويحاول أن يسترجعه، وحتى لو اضطر أن يخرج خارج هذا البلد. لذلك أيها الأحبة، العلمانيون يدعون العدالة والحرية والديمقراطية وهذه المفاهيم، وهم أبعد الناس عنها. هذا العلماني ذاته يحزن لموت قطة، أو أن رجل كلب كسرت، كل الفضائيات يعني تتهافت لعرض مأساة هذا الكلب وتعاطف الناس معه، بينما تجد في نفس هذا البلد في أمريكا مثلا يقتلون الآلاف وربما الملايين في بلاد أخرى بحجة نشر الديمقراطية ونشر العدالة، وهم أبعد الناس عنها. لذلك ينبغي على من يقيم في مثل هذه الدول أو في أي بلد آخر أن يكون حذرا، أن يكون واعيا، وأن يعرف ما هي القوانين التي يتعامل معها. إذا لم تكن قادرا على التعامل مع مثل هذه القوانين، اذهب إلى بلد تستطيع التعامل مع قوانينه، وإلا هكذا ستضيع أطفالك، وعليك مسؤولية أيضا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالجهل بالشيء ليس عذرا أمام الله، يعني ليس عذرا أن تقول: يا رب أنا جاهل بهذه القوانين وجاهل بكذا وجاهل بكذا. إذن أنت ما مهمتك في هذه الدنيا؟ أن تأكل وتشرب؟ لا، ينبغي أن تسأل عن هذه القوانين وكيف تطبق وعلى من تطبق، وما هي المخالفات التي يمكن لهذه المنظمة أن تسحب
ابنك من عندك، ما هي المخالفات، ما هي تنظر في، ولأن أعيش هكذا، المؤمن كيس فطم، وتبحث دائما عن الأفضل والأأمن. بالنسبة للدول الإسلامية، بعض الدول فيها حروب صح، فيها متاعب صح، فيها نقص صح، ولكن هذا كله له أجر عند الله. يعني الشوكة التي تدخل في رجل المؤمن، أو في إصبع المؤمن، لها أجرها عند الله، يعطيك أجرا عليها. فكيف إذا كان إنسان يتعرض لظلم أو لنقص أو لضيق أو لمشاكل مادية أو لخوف؟ كل هذا له أجر عظيم عند الله أخي الحبيب. فإذا أردت أن تعيش حياة طيبة وهانئة وسعيدة ومطمئنة، عليك أن تفكر بالآخرة. لذلك نجد في أول سورة بعد الفاتحة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون. صفات من؟ المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. هؤلاء المتقون، إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهؤلاء هم الذين بالآخرة يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. فيجب أن يكون لديك يقين بالآخرة، وثقة بما عند الله أكبر من ثقتك بما بين يديك. هذا هو الإيمان. وإلا نحن كمؤمنين لم نخلق لنأكل وننام ونتمتع. هذا شأن الأنعام. المؤمن خلق ليعبد الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا وضعت هذه القاعدة في دماغك هنا سترتاح، والله ستجلس في مكان ليس فيه أي خدمات وفيه كل المساوئ، وتكون أسعد من أصحاب الملايين الذين يعني يعيشون حياة مطمئنة ظاهريا، ولكن في الواقع أنت أسعد منهم بفعل قوة ثقتك بالله، وبفعل نظرتك للآخرة وليس للدنيا. إذن النظرة للآخرة هي التي تعدل سلوك المؤمن. لذلك كان الإيمان بالآخرة أو باليوم الآخر أحد أركان الإسلام. من ينكر اليوم الآخر كافر، خرج من الإسلام نهائيا ومن الدين. لذلك أخي الحبيب، يعني ملخص لهذا اللقاء: اجتهد بالدعاء، ولا تعجز ولا تحزن. وأنت موجود في دولة غربية، يجب أن يكون لك عمل، مهمة الدعوة إلى الله، يجب أن يكون لديك مهمة هداية الناس من حولك. لا تجلس هكذا تنتظر من ينفق عليك وتقول: يا رب أنا ضعيف. لا، أنت قوي. ولا تهنوا، يعني لا تضعفوا، ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون. ما هو الشرط؟ إن كنتم مؤمنين. كيف إن كنتم مؤمنين؟ فقط هكذا أنا مؤمن؟ لا، المؤمن يجب أن يستيقن بالآخرة، يستيقن بالموت، يستيقن بما بعد الموت، يستيقن بالجنة والنار، يستيقن أن الله معه، لا ييأس، والله قادر على أن يرزقك وقادر على أن يعطيك. لذلك لا تيأسوا أحبتي في الله. والدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هدف الحياة وهدف الخلق هو العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. حتى سورة الفاتحة التي هي شرط أساسي لصحة الصلاة كلها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. حتى عندما تقول الحمد لله رب العالمين، هذا نوع من الدعاء. إذن أخي الحبيب، اجتهد بالدعاء وثق بالله، ويجب أن تعتبر نفسك محظوظا أن الله خلقك
مؤمنا، لأن من يدخل الجنة نسبة قليلة فقط من البشر. الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول أيضا: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل أكثرهم يجهلون. يعني معظم الناس سيدخلون النار، هذا قانون إلهي لا تناقشه معي، ناقشه يعني مع الناس الملحدين، انظر كم نسبة الملحدين، كم نسبة الظالمين، كم نسبة المعتدين في المجتمع، نسبة كبيرة. إذن كن أنت من الفريق الصغير القليل المنتخب المصطفى من الله سبحانه وتعالى، الذي أنقذك الله من الكفر والإلحاد ومن الشيطان، واختارك لدخول جنته. الجنة لا يدخلها إلا المحظوظ أيها الأحبة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بينما النار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا كثيرا من الإنس والجن، أو من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن ينبغي أن تفرح أن الله اختارك لتكون من أصحاب الجنة، فكن أنت على مستوى هذا الاختيار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.